مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم الدكتور إبراهيم محروس استشاري الطاقة واستشاري السياحة. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. معكم الدكتور إبراهيم محروس استشاري الطاقة واستشاري السياحة. النهاردة زيارة جميلة، زيارة جديدة لبلد متفوقة جدا، وهي زيارة لسنغافورة. سنغافورة واحدة من أشهر الوجهات السياحية في القارة الأسيوية، حيث تحتوي العديد من المعالم السياحية التاريخية ومساحات شاسعة من المناطق الطبيعية، والتي تقوم الدولة بها بمحافظة عليها واستثمارها سياحيا جدا. معكم النهاردة هنبدأ البلد الجميلة دي، بلد سنغافورة. لازم نجهز نفسنا لرحلة لسنغافورة. ايه هي اهم المميزات اللي بتميزها سنغافورة، وازاي هنقدر نقضي يوم جميل او اسبوع جميل في دولة سنغافورة؟ تذكروا حضراتكم ان سنغافورة طقسها حار ومرتفع الرطوبة، فلازم نكون مستعدين للرحلة، رحلة جميلة. هي دولة غنية بالأماكن السياحية وأماكن الأعين، بتتميز بطبيعة خلابة، طبيعة زراعية وطبيعة سياحية وطبيعة ساحلية. ماليزيا كمان لازم تضيفها في جدول رحلاتك المميزة. ماليزيا وسنغافورة من أحد البلاد والدول المشتركة في الحدود. زيارتنا النهاردة لسنغافورة لازم تحرص أن يكون معاك شيء مميز، وهو الشيء المميز أن الرحلة دي رحلة هتبقى حافلة بالأماكن السياحية المميزة. أولا، ماليزيا وسنغافورة دول في جنوب شرق آسيا. سنغافورة تقع في دولة مميزة، عاصمتها مدينة سنغافورة، عملتها الدولار السنغافوري، اللغة بتاعتها لغة ماليزية وصينية ومالي. سنغافورة بلد أمنة جدا، من أكثر البلاد الأسيوية أمانا للمسافر، فتتميز بمعدل منخفض للجريمة، بيها ناطحات سحاب قوية ووسائل تكنولوجية حديثة، حياة مزدهرة مع مجموعة واسعة من التأثيرات الصينية والماليزية والهندية. مناخها مناخ استوائي مع جو جميل، ممكن تاخد طعام لذيذ وأسواق رائعة، مشهد حيوي نابض بالحياة. يبدو للسفر في سنغافورة فرصة مميزة للباحثين عن عطلة أسيوية مميزة. وما نستغربش ان سنغافورة واحدة من وجهات السياحة والسفر الأكثر شعبية في العالم، لأنها تستحق، بيها مناظر جميلة، بيها مجموعة من المعالم السياحية المميزة. هنتفرج النهاردة وهنتكلم كلام مميز جدا عن سنغافورة. سنغافورة هي أكثر البلدان الأسيوية أمانا للسفر، يعتبر أن هي بلد فيها جزر صغيرة كتيرة جدا، عدد السكان فيها 5.5 مليون نسمة، على عكس البلدان الكثيفة السكان، حيث تتميز سنغافورة بأكثر من 50% من المساحات الخضراء. فيها أكثر من 50 حديقة عامة وحديقة رئيسية، وفيها 4 محميات طبيعية. سنغافورة من أكثر البلدان أمانا. السائح يتميز أنه هو بيستمتع بكل وقت وكل دقيقة بسنغافورة. تعد سنغافورة
من السياحة أنها أهم مصدر دخل للدولة، حيث تهتم سنغافورة بالسائح يزورها سنويا ما لا يقل عن 13 مليون سائح، مما جعلها تصنف ضمن أكثر 10 مدن جاذبة للسياحة في العالم. سنغافورة بلد جميلة بتتمتع بمقومات سياحية كبيرة، فهي تقع على جزيرة في جنوب آسيا، ويفصلها عن ماليزيا خليج جو هور. والمناطق السياحية في سنغافورة متعددة، نتعرف عليها معا. فالمناخ استوائي عالي الرطوبة طول العام، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 إلى 35 درجة مئوية، ويعتبر أفضل وقت للزيارة في سنغافورة بين أغسطس وديسمبر، وإن كانت الزيارة مناسبة على مدار العام. وما يساعد على الجذب السياحي لسنغافورة مجموعة من القوانين المنظمة اللي هتدخل بيها سنغافورة، التي لا تستلزم الحصول على تأشيرة مسبقة في معظم الدول العربية، بل يكتفي أن تملأ استمارة وأنت في المطار لتحصل على زيارة لمدة شهر. المعالم في سنغافورة، أول حاجة حدائق الخليج أو Gardens by the Bay. حدائق الخليج تعتبر حدائق الخليج من أهم مناطق السياحية في سنغافورة، والتي تزدحم بالرواد من جميع الأعمار، وتعتبر مركزا للسياحة والترفيه. تقع على مساحة 101 هكتار في المنطقة الوسطى من سنغافورة بمحاذاة مرسى اليخوت. تتكون حدائق الخليج من 3 حدائق كبيرة تقع جميعها على الوجهة البحرية للجزيرة، وهي حديقة شرق الخليج، وحديقة جنوب الخليج، وحديقة الخليج الوسطى. ومن أفضل الأماكن التي يمكن للسائح زيارتها في حدائق الخليج هي قبة الزهرة، وهي عبارة عن بيت زجاجي كبير داخله مجموعات زهرية نادرة والكثير من النباتات المتنوعة، وهو تصميم بديع يشبه عالم كواكب الفضاء. ولا يفوت السائح زيارة غابة الغيوم. غابة الغيوم هي عبارة عن جبل أخضر تتنوع فيه النباتات والأزهار بتنسيق فريد، ويمكن الصعود إليه عن طريق عدد من الجسور. وأسعار التذاكر أسعار جميلة، أسعار تتراوح بين 28 دولار سنغافوري. والوقت اللي انت تقدر تزور فيه حدائق الخليج وقت يتناوب بين ساعتين ونصف. المكان الثاني الأكثر سياحة في سنغافورة مارينا باي ساندرز. مارينا باي ساندرز يعتبر فندق عائم في وسط جزيرة، فهو فندق من أحد المزارات السياحية في سنغافورة الهامة، فهو في واقع الأمر أكثر من مجرد فندق، فهو الأكبر مساحة والأكثر فخامة على الإطلاق، وهو بتصميمه الفريد أصبح من أشهر واجهة الفنادق على مستوى العالم. ويتميز الفندق بارتفاعه الشاهق الذي يكشف أنحاء سنغافورة بمعالمها وحدائقها ومبانيها، وله اتصال مباشر بمركز التسوق الرئيسي بالمدينة، وأيضا بمتحف الفنون والعلوم. يضم الفندق مارينا باي ساندرز أكبر حمام سباحة في العالم، فهو يشغل سطح الفندق بالكامل وملحق به خدمات ولياقة بدنية، ويتيح الفندق لنزلائه قائمة متنوعة من أنواع الطعام لأهم وأفخم المطابخ العالمية، فهو يقدم إلى جانب الطعام الأسيوي الطعام الإيطالي والفرنسي والطعام الأمريكي.
ثالث معلم سياحي في سنغافورة فهي حديقة حيوانات سنغافورة، سنغافور زو. سنغافور زو هي حديقة حيوانات رائعة من أكبر حدائق الحيوانات في قارة أسيا، وهي مقامة على مساحة 28 هكتار، ومن أهم مزارات السياحة في سنغافورة، والتي تضم أكثر من 300 نوعا من الحيوانات، منها الكثير من الحيوانات النادرة والمعرضة للإنقراض. ومع اتساع الحديقة يحلو للزوار ركوب الحافلة المكشوفة والتي تتجول بهم في أنحاء الحديقة ليشاهدوا الحيوانات النادرة مثل النمر الأبيض والقرود ذات الأنف الضخمة والأفيال الأسيوية. فحديقة سنغافورة هي حديقة شاملة، حديقة مقسمة للعديد من المجموعات المتجانسة من الحيوانات، كما أنه تم تخصيص قطاع من الحديقة لتمثيل الحياة الإفريقية بأنواع الحيوانات التي تميزها، وتمثيل دقيق لحياة السفاري الإفريقية، وتضم أيضا الغابة المطيرة، ومتنزها كبيرا جدا للأطفال، وأماكن لشراء التذاكر والهدايا. الوقت المرجح للزيارة هو 4 ساعات ونصف. المعلم الرابع في سنغافورة معلم سياحي كبير، وهي حديقة سنغافورة النباتية. حديقة سنغافورة النباتية هي حديقة بوسط سنغافورة، ومن أهم أماكن السياحية التي تشتهر بها سنغافورة، التي ننصح السائح بزيارتها، فهي من أقدم حدائق النباتات في العالم، حيث يقترب عمرها إلى 160 عاما، وقد أدركتها اليونسكو ضمن لائحة المواقع التراثية العالمية. ومع مساحة الحديقة الكبيرة والتي تبلغ 82 هكتار، فهي تتكون من العديد من الأقسام المتباينة، نذكر منها حديقة الأوركيد وبها أنواع نادرة ومتعددة من نباتات الأوركيد. أيضا هناك حديقة الزنجبيل، وهي الصغيرة في مساحتها وتتميز بوجود شلال يحب الزوار أن يلتقط الصور التذكارية حوله. والمميز في هذه الحدائق روعة التصميم والأجواء الاستوائية التي تميز السياحة في سنغافورة، والاهتمام بتوفير ملاعب الأطفال ومناطق التنزه ومناطق الترفيه، إلى جانب مطاعم الأكلات الخفيفة والتقاط الصور التذكارية بجوار بحيرة البجع ومشاهد الطيور الملونة الغريبة الأشكال. فحديقة سنغافورة النباتية المرجح أن تزورها في 1.5 ساعة. المعلم الخامس في سنغافورة هي عجلة سنغافورة الدوارة. عجلة رائعة كبيرة جدا، ربما تكون فكرة العجلة الدوارة ليست بجديدة، ولكنها هنا بصدد عجلة دوارة هائلة ترتفع لما يزيد 160 مترا. وعندما نقارنها بعجلة عين لندن على سبيل المثال التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، يتضح لنا الفارق الكبير، ويفسر لنا السبب في أنها أحد أهم مزارات السياحة في سنغافورة، حيث أن هذا الارتفاع الشاهق يمثل الكثير من الإثارة واكتشاف الرؤية المهيبة والتجربة المثيرة. تدور العجلة عجلة سنغافورة الدوارة دورة كاملة كل نصف ساعة، لتتيح الركاب المشاهدة من ارتفاعات مختلفة الكثير من المناطق والمعالم الجميلة في سنغافورة. وتتعلق في العجلة 28 كابينة تتسع كل منها لعدد 28 فردا، ومنها عجلة سنغافورة الدوارة مركز مارينا، وقد تم افتتاحها في عام 2008، واستغرقت عملية البناء 3 سنوات. في الوقت المرجح لزيارة عجلة سنغافورة هي 1 ساعة كاملة.
المعلم السادس لزيارة سنغافورة هي جزيرة سونتاسا. جزيرة سونتاسا هي أحد معالم السياحة في سنغافورة، تضم عددا من الأماكن الترفيهية والمنتجعات الراقية. وعادة ما تجتذب جزيرة سانتوسا ما يقرب من 5 ملايين سائح من السكان الأصليين وأيضا من السياح العرب ومن جميع أنحاء العالم. ويعد هذا المعلم من أكثر المعالم السياحية جذبا للسياحة، حيث يتسع هذا المعلم ويتعرف عليه السياح على فنون صناعة السينما، ويخوضون العديد من التجارب المثيرة في أجواء الاستوديو العالمي. استوديو العالمي به وضم هذه الاستوديوهات نماذج للسينما وأقسامها مثل استوديو هوليوود ومصر القديمة ونيويورك والمستقبل والعالم المفقود وفانتازيا، حيث يقضون أوقاتا رائعة ومثيرة. تضم أيضا جزيرة سانتوسا أكبر حوض للأسماك وهو أوراكيوم سي، وهو الأكثر ضخامة ويضم مجموعات عديدة ومتعددة من الأسماك الملونة والكائنات البحرية الغربية. المعلم السابع لزيارة سنغافورة وهو سيتي مول. لا تكتمل السياحة في سنغافورة دون المرور على مراكز التسوق الشهيرة، والتي تعتبر من أهم مراكز التسوق في العالم. ويعتبر سيتي مول من أكثر المراكز التجارية شعبية، فهو يقع في منطقة حيوية وشهيرة وهو شارع هاربور فورنت، ويمتاز بتنوع الماركات العالمية وتوافر مراكز الترفيه وحدائق الأطفال وأيضا المطاعم المختلفة والكافيهات التي يتجمع فيها الشباب والسياح. كما تضم عددا من قاعات السينما، وقد اعتاد السياح ارتياد هذه المراكز التجارية وخاصة سيتي مول، فلا يعودون إلى بلادهم إلا وهم محملون بالهدايا والتذكارات والمشتريات المغرية. فالوقت المرجح لزيارة سيتي مول 2:30. المعلم الثامن في زيارة سنغافورة، المعلم السياحي الرائع رصيف كلارك. رصيف كلارك إذ كانت في كل دولة مكانا من الممكن أن يكون معبرا عنها وعن طابعها وثقافتها، فإن ذلك ينطبق تماما على شارع كلارك أو رصيف كلارك، وهو المعبر بصدق عن السياحة في سنغافورة بطابعها المذهل. ففيه تجتمع الأضداد من الكافيهات والمتاجر الشعبية والطابع المحلي الصرف. وقد كان رصيف كلارك في السابق ميناء يقع على نهر سنغافورة، أما الآن فإنه مركزا كبيرا للملاهي والمطاعم وأماكن التسلية، فهو حقا شارع ينبض بالحياة، ويمكن للسائح أن يكتشف فيه سنغافورة وشعبها وفنونها والموسيقى الرائعة في رصيف كلارك. الوقت المرجح للزيارة 3 ساعات. المعلم التاسع لزيارة سنغافورة وهو ميرليون بارك. ميرليون بارك إذ كانت في الزيارة للسنغافورة، فإن الزيارة فلن يفوتك فيها زيارة ميرليون بارك، حيث أنه أيقونة سنغافورية من أهم معالم السياحة في سنغافورة التي يأتي إليها السائح من جميع أنحاء العالم ليشاهدوا تلك الأيقونة المعبرة عن أسطورة سنغافورية شعبية قديمة، يستمتعوا بأجمل إطلالة على الخليج ومشاهدة ميرليون سنغافورة أو تمثال الأسد، ومشهور جدا بتمثال الأسد والمياه التي تنطلق من فمه، وهو عبارة عن تمثال برأس أسد وجسم سمكة لتمثيل أصل سنغافورة كقرية قديمة، قرية صيد، والتقاط العديد من الصور التذكارية بجوار تلك التماثيل الرائعة العملاقة.
ويطلق عشاق الرياضة العنان سواء في ركوب الدراجات الهوائية أو ممارسة رياضة الزحلق على المياه أو عمل جولة سياحية باليخت داخل الخليج لمشاهدة معالم سنغافورة مثل العجلة الدوارة، أو يفضل الزوار السعداء بالسياحة في سنغافورة بأخذ جولة بالحافلة المكشوفة لرؤية المزيد من المعالم السياحية بالمنطقة، أو تناول الوجبات الخفيفة والسريعة في المطاعم وتناول المشروبات في الكافيهات الرائعة الموجودة في المنتزه. فميرليون بارك الوقت المرجح للزيارة ساعة. المعلم العاشر هو طريق أورو شارد. طريق أورو شارد من المستحيل أن تأتي من أجل السياحة في سنغافورة دون المرور على طريق أورو شارد، فهو ملخص وافي للحياة في سنغافورة من خلال متاجره المتعددة والمشهورة للبيع بالتجزئة، والتي تتعدى بالملابس والهدايا إلى أصناف التوابل والعطارة الأسيوية التي تشتهر بها سنغافورة، ومتاجر بيع الفاكهة الاستوائية أيضا، إضافة إلى وجود العديد من المعابد والمقابر الأثرية والمعالم السياحية التي ينفرد بها طريق أورو شارد. وشأنه شأن باقي المناطق التي تكتثر فيها المتاجر، فهذا الطريق مزدحم بالمقاهي والمطاعم الشعبية التي يقبل عليها الزوار في داخل سنغافورة والسياح الزائرين من الخارج. وعادة يفضل من اجتياد هذا الطريق أن تتجول على الأقدام ليكتشف عن قرب من التفاصيل المبدعة، وتختار ما يحلو لك من مشتريات يسعد بها ويقدمها كهدايا للأصدقاء والأحباب. المعلم الحادي عشر في زيارة سنغافورة وهو الحي الصيني. الحي الصيني هو حي شهير جدا في سنغافورة، فيه متحف ومعبد سامبوزا الأثري. يعتبر الحي الصيني من مزارات السياحية في سنغافورة التي يحرص عليها السياح. زيارة الحي الصيني تختصر للسائح تكاليف زيارة الصين، حيث يمثل الطابع الصيني في مبانيه ومتاجره ومطاعمه ليكون صورة أمينة لما عليه الصين نفسها. وبمجرد الدخول إلى الحي الصيني سوف يستقبل الزائر تلك الزينة بألوان جميلة، وتمنح الوافد على الحي شعورا رائعا بالبهجة والفرحة، وسوف يجد العديد من المعابد الصينية بطرازها المميز والتي تهتم بالثقافة الصينية والديانات المعروفة فيها، وأهمها معابد باجودا. ويعج الحي بالمتاجر التي تعرض بمختلف المنتجات خصوصا المقلدة من الماركات العالمية، لذلك فإن هذا الحي وتلك المتاجر جاذبة لأصحاب الميزانيات المتواضعة. أيضا هناك المطاعم الصينية الشهيرة، منها ما هو في الهواء الطلق، حيث يستمتع بجمال الطبيعة وتناول الطعام الصيني المميز. المعلم الثاني عشر في زيارة سنغافورة وهو متحف ومعبد سنبوذا الأثري. تم بناء هذا المعبد، معبد سنبوذا الأثري، في الحي الصيني في عام 2007 لينضم لمعالم السياحة في سنغافورة، ليكون عنوانا صادقا عن الديانة والفلسفة البوذية، حاملا ثقافات أجيال متتابعة. ويضم المعبد معرفة بأثنان بوذا التي سقطت أثناء جنازته التي جرت في الهند، وتم الاحتفاظ بها في ذلك المعبد لتكون من 4 طوابق، ويضم الطابق الثالث بعضا من رفات بوذا وبعض القطع الأثرية، إضافة إلى قاعة الضوء المقدس. المعلم الثالث عشر في زيارة سنغافورة وهو جورونيك بيرد بارك. جورونيك بيرد بارك تعتبر حديقة كبيرة، وهي ثاني أكبر حديقة للطيور في العالم، وهي مقامة على مساحة 200,000 متر. تم افتتاحها رسميا للجمهور عام 1971، وقد صممت لكي تكون بمثابة المحمية الطبيعية للطيور النادرة،
وقد قسمت إلى مناطق عديدة لتناسب أنواع الطيور المختلفة من حيث البيئة الطبيعية الخاصة بكل نوع، وتعتبر من أهم أماكن الترفيه والثقافة التي يفد إليها الزوار أثناء السياحة في سنغافورة، ويعشقها الصغار والكبار على حد سواء، ومناسبة جدا للعائلات ومناسبة لمن يفضل السفر بمفرده أيضا، فهي ذات طبيعة ساحرة وبها العديد من أماكن الترفيه والمعرفة. والتجول في الحديقة والتعرف على أكثر من 400 نوع من الطيور، منها الطيور الجارحة والطيور الأليفة والتي تعيش في البحيرات الصناعية العديدة داخل الحديقة، مثل طيور الفلامينكو بأشكالها الرائعة وألوانها الجميلة. أسعار تذاكر دخول جورنيك بيرد بارك أسعار في متناول الجميع. الوقت المرجح للزيارة هو 3 ساعات ونصف. معنا معلم مميز جدا وهو متحف سنغافورة الوطني. متحف سنغافورة الوطني من أقدم معالم السياحية في سنغافورة وأقدم المتاحف الموجودة في عاصمة سنغافورة، حيث تم بناؤه في عام 1849، ويضم 11 جناحا تعرض الحياة القديمة في سنغافورة، ويضم أقساما كبيرة جدا، ويعتبر المتحف من معالم سنغافورة للشباب، حيث خصصت لهم قاعة يقومون فيها ورش عمل ويتبادلون الأفكار والمعلومات من خلال منظومة اتصالات حديثة. يقع المتحف داخل حديقة رائعة ويوجد بها مطاعم يقدم كل أنواع المأكولات، وأيضا مجموعة من المتاجر والهدايا والتذكارات. أسعار تذاكر الدخول إلى متحف سنغافورة الوطني أسعار في متناول الجميع، والوقت المرجح للزيارة هو 2:30. سنغافورة بلد مميزة جدا، فيها جميع ما تتمناه كسائح، فزيارة جميلة، زيارة إلى سنغافورة. كنت معكم المهندس إبراهيم محروس، الخبير الاقتصادي والسياحي في ماليزيا، وشكرا على حسن الاستمتاع. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين، والمونتاج لرحاب عكا.